وسهلا فيكم بحلقتنا اليوم. موضوعنا اليوم حيكون عن الرياضة مع الصيام. إمتى بنقدر نلعب رياضة؟ قبل الصيام أو بعد الصيام؟ كل الناس بيقولوا لي مجد إحنا كتير متعودين نلعب رياضة الصبح أول ما نفيق. بصير أول ما نفيق الصبح نروح ونمشي أو نلعب رياضة أو نسبح. نقطتنا اللي لازم نركز عليها كتير منيح إنه لعبنا الرياضة حيخسرنا كتير من السوائل. طالما خسرنا كتير من السوائل ممكن يصير في عنا هبوط بالضغط وممكن يصير في عنا هبوط بالسكر وحيصير في عنا صداع ومشاكل تانية. مشان هيك أكتر إشي إحنا منركز عليه إذا أنتوا حابين تلعبوا رياضة قبل الفطور بساعة، هذا الوقت اللي أنت مسموح لك تعمل فيه. ليه؟ لأنه أنت حنعطيك وقت ترجع البيت وتحضر حالك لوقت الفطور، تعود السوائل اللي أنت خسرتها، تقدر تاكل كمية من الكربوهيدرات والبروتينات عشان تقدر تاخد الطاقة اللي أنت برضو بحاجة إلها بعد ما لعبت رياضة. طيب مجد إحنا بدنا نلعب رياضة بعد وقت الفطور، إمتى بصير نلعب رياضة؟ بصير تلعب رياضة بعد ساعتين لثلاث ساعات من وقت الإفطار. ليش؟ لأنه بنتأكد إنه إحنا هضمنا الأكل اللي إحنا أكلناه، قدرنا ناخد الطاقة اللي إحنا بحاجة إلها، ما حيصير في عنا مشاكل بالمعدة وعمليات الهضم، وحنكون نشيطين ورجعنا من أول جديد نقدر نلعب رياضة. طيب إحنا بس نقطتنا السوائل، أنت مشان هيك أنت عم تقولي لنا ما نلعب رياضة من قبل. لا، مش بس هاي نقطتنا، إحنا جسمنا دائما لما بده يلعب رياضة بده يحرق مصدر من مصادر الدهون اللي هي موجودة بالجسم. مشان هيك أنا عم بقولكم إنه إحنا إذا لعبنا رياضة وهذا اللي يفضل قبل الإفطار بساعة واحدة، هنقدر نستغل من الدهون اللي هي مخزنة بالجسم كمصدر للطاقة عشان الجسم يقدر يحرقها وهو عم بيلعب رياضة. إحنا حنسرع من عمليات الهضم، حنسرع من نزول الوزن إذا إحنا لعبنا رياضة قبل وقت الفطور بساعة، وبنفس الوقت حنحس حالنا نشيطين وشغلنا يومنا بالطريقة المناسبة. ديروا بالكم على صحتكم، العبوا رياضة، اشربوا ماء كفاية خلال وقت الإفطار. رمضان كريم عليكم.